اخبار وتفاصيل في النادي الاهلي، بس برضو نروح للانتاج الحربي. معاه التليفون كابتن خالد مهدي، اعرف ايه اللي بيحصل برضو في النتائج ونتيجه لقاء اليوم. يا كابتن خالد مساء الفل واهلا وسهلا بيك. مساء الفل يا كابتن ابراهيم، اخبار حضرتك ايه؟ والله انا زي الفل، فضل ونعمه من الله، الحمد لله. الحمد لله، نحمد ربنا. الحمد لله. مش ظابطه العمليه شويه؟ مش ظابطه شويه. العطل فين؟ والله العطل اكيد مش هنقدر اقول اللعيبه، مش هقدر اقول الجهاز الفني، مش هقدر اقول الاداره. المنظومه لما بيبقى في نجاح بتحسب للكل، وما بيبقى في اخفاق للكل. فالموضوع عندنا كلنا. ولكن احنا بالنسبه للموضوع لمباراه الكاس، ايوه مباراه الكاس، احنا كان عندنا ماتش يوم الخميس، ايوه على المقص، عندك ماتش يوم الاحد مع كوكاكولا في الكاس، ويوم الاربع، يوم الاربع بعدها بيومين على طول مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، مباراه المحله اللي هو هدفنا دلوقتي الدوري مش الكاس. يعني بدانا بتشكيل برضو بعض الناس اللي هي هو كله طبعا اساسي وكل حاجه، ولكن في ناس اللي هي كانت بره في الصوره، بعيد عن الصوره، زي محمد رمضان، زي بعض الاسامي. فالنتيجه جون في الدقيقه 93 من ضرب الجزاء، حاجه يعني حظ سيء جدا. ولكن هنبتدي من بكره باذن الله نقعد ونحط ايدنا على البتاع ونفكر في ماتش المحله اللي هو مهم جدا بالنسبه لنا. طيب هل التدعيمات كانت بالشكل الكافي في الفترة اللي فاتت؟ هل المشكلة خلل في مجموعة اللاعبين الموجودين مش موفيين الالتزامات اللي بيطلبها والتعليمات اللي بيطلبها المدير الفني ولا لا؟ هو طبعا بالنسبة للصفقات اللي جت في الفترة اللي فاتت ديت، محدش يقدر يقول عليها ان هي مش مميزة. يعني محمد طلعت، وجيه عبد الحكيم، حميد ماو، سوستة، احمد صابر، بوسكا. يعني اظن التدعيمات تعمل اضافه يعني المفروض، ولكن هو سوء حظنا ان احنا برضه محمد طلعت بعد اول مباراه واحرز هدف جاله كورونا، فبعد عن الماتش اللي فات ده وده الماتش الثاني، وباذن الله نعمل له مسحه بكره نشوف الدنيا فيها ايه. هل اتخذتم اي قرارات عقابيه للاعبين بعد نتيجه اليوم والخروج من الكاس ولا لا؟ والله العقوبات ما بتبقاش عقوبه فرديه، وهي بتبقى عقوبه بالتنسيق مع المدير الفني. طبعا بقرار بنرجع لرئيس النادي، فهنقعد مع بكره باذن الله ومع بعض اللعيبه الكبار في الفرقه، احنا نلم نفسنا يعني موضوع العقوبات افضل ان هي نخلينا لحد اخر لحظه وندي الثقه للعيبه، بحيث ان احنا مباراه المحله ديت بالنسبه لنا مباراه بستة بونت يعني. ان شاء الله باذن الله الامور تظبط والامور تمشي الى الافضل. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن خالد، كابتن خالد مهدي مدير الكره بالانتاج الحربي، وتعقيب ايضا عن مباراه اليوم في الكاس.